بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا قبل كل شيء تنبغي نشكر برنامج تعمل. هو الحقيقة سي زكريا السبتي كان تقرب لي كرئيس مجموعة من القابضة مؤسسة مواطنة، والحمد لله على هذه النعمة هذه اللي خدينا جائزة أحسن مؤسسة على الصعيد الوطني في سنة 2013، وهذا الجائزة خديناها أمام شركات متعددة الجنسيات، يعني سوسيتي ميتي ناسيونال، وهذا فخر لنا وفخر للمؤسسة في منطقة مراكش أسفي. كان تقرب لي كقدوة كشركة مواطنة المرافقة هذا البرنامج تعمل مع السفراء اللي تشرفوا عليه، والحمد لله احنا معهم من النسخة الأولى وإحنا في النسخة الثانية الحمد لله. المشاركة ديالنا في الحق جلت المشاركة ديالي شخصيا كرئيس مدير عام ديال مؤسسة منارة قابضة، وكانت في الحق بمثابة إعطاء شهادات كمقاول لهاد الشباب هادو باش نشجعوهم يوصلوا لتحقيق الأهداف ديالهم إن شاء الله. التعاون ديال مؤسسة منارة قابضة تجلى كذلك في شراكة مع هذا البرنامج لمنح فرص شغل لبعض الشباب. بهذه المناسبة تلقي نداء لجميع المقاولات باش يكونوا شركاء لهذا البرنامج ويوفروا بدورهم فرص شغل للشباب. الأب ديالي الله يرحمه اللي هو مؤسس منارة قابضة كان يتمنى من ولاده يمشوا على نفس النهج ديالو لتطوير المجموعة، وهذا الشيء ما يمكن ليه يتأتى إلا بمنح فرص شغل للشباب ديال المنطقة. وفي الختام النصيحة ديالي لهاد الشباب الباحثين عن فرص شغل، يحافظوا على الإصرار والعزيمة والطموح ويكونوا متقنين إن شاء الله أنه غادي يلقوا فرصة ديالهم. Menara Holding, avec vous, construisons pour l'avenir.